عزيزي المشاهد، مساء الخير واهلا وسهلا بك في حلقه جديده من برنامج طريق التنوير. حقوق الانسان يعتبر يعني من الاشياء المهمه والاساسيه. حقوق الانسان بتعتبر النهارده هي الدين العالمي اللي المفروض كل الناس بتؤمن بيه، كل الناس بتطبقه، كل الناس بتدافع عنه. لكن الشيء المؤسف ان بعض الناس لما بتسمع كده مصطلح حقوق الانسان كأن في تعبان قرصها. بفتكر في مره من المرات كنت قاعد مع مجموعه من جماعات الاسلام السياسي، كنا بنعمل بيان مشترك نخرج به للرأي العام، وفي ماده من مواد هذا البيان طلبت انه نذكر حقوق الانسان من ضمن، فما كان من الناس الأصوليين دعاة الإسلام السياسي انتفضوا، قالوا لا لا، حقوق الإنسان ما تتحطش أبدا في أي بيان ولا في أي وثيقة تطلع مننا. يا ترى إيه سر العداء لحقوق الإنسان؟ إيه سر العداء للمواثيق الدولية؟ ليه جماعات الإسلام السياسي ضد هذه الحقوق؟ هل حقوق الإنسان بتتعارض مع الدين؟ هل الدين بيقول إن الإنسان ليس له حق؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي موضوع حلقتنا في هذا المساء. يسعدني أن أرحب بضيفتي الكريمة الدكتورة خديجة معلة، المستشارة القانونية. أهلا وسهلا بحضرتك معانا. أهلا وسهلا. حضرتك معاك دكتوراه في القانون الدولي. القانون الدولي، وبالتأكيد بقى درستي حقوق الإنسان واطلعتي على المواثيق الدولية واتفاقية السيداو والعنف ضد المرأة. حضرتك بتشوفي حقوق الإنسان إزاي؟ حقوق الإنسان يظهر لي هي شيء مش غريب على كل التراث الإنسانية، لأنه هو يعتمد على قيم مشتركة، مهما كانت جنسيتنا، مهما كان ديننا، مهما كان لوننا، هي قيم مشتركة. الكرامة، كلنا محتاجين كرامة، العدالة، العدل، الإنسانية، الأصالة، كل هذه القيم موجودة. بعد ذلك بالتطور تبلورت في نصوص عالمية موافقت عليها كل السلطات التنفيذية اللي هي تمشي تمضي، بعد ذلك صادقت عليها البرلمانات وأصبحت تابعة قوانيننا. إذن ليست شيء خارجي أو أتى مش عارفة من أين، هي أشياء متفقين عليها. إحنا كدول أصبحنا ربما 200 دولة، كل دولنا متفقة على ما بلور من قيم. هذه بالنسبة للحقوق، وهيك علاش هي كونية، لا تنتمي لأي حضارة ولا تنتمي لمجموعة خاصة، هي كونية فقط. مش بتشعري إن جماعات الإسلام السياسي عندها ارتكارية من حقوق الإنسان؟ بالطبع، ده غريب جدا. لأنه ربما عندهم فهم مختلف لما نقصد بالحقوق، معناتها أي حق اللي هم يظهر لهم أنه هو ضد مصالحهم هم يرفضونه. مثلا حق المرأة في العمل، عندهم ارتكارية من الحق، إذا هم يرفضونه، لا يعتبرونه حق كوني إنساني للمرأة، يعتبرون أنه هو شيء لا، المرأة مكانها البيت. وبالتالي أي حق اللي هم معناتها مش موافقين عليه سوف يشوهونه، ويعتبرونه أنه حق غربي ولا مش عارف من أتى به، كما لو أنه إحنا حكوماتنا لم تمضي وبرلماناتنا لم تصادق ولم يدخل حيز التنفيذ في قوانيننا، وهذا شيء غريب جدا. هل حضرتك شايفة أن حقوق الإنسان لها مستقبل في منطقتنا العربية؟ لابد أن يكون لديها مستقبل، هي موجودة حاليا. احنا كل دولنا العربية بتحاول قدر المستطاع تطبيق كل هذه الحقوق لأنها كونية، فمش حل آخر. معناتها المرأة التي تعمل، الحق في التعليم، الحق في المعلومات، الحق في الصحة، الحق في الماء، الحق في الغذاء، الحق في حياة كريمة، في عمل كريم، في راتب كريم لائق، كل هذه الأشياء هي موجودة حيز التنفيذ في كل المنطقة العربية، ولا يمكن لأي قوة أو لا يمكن لأي أيديولوجية أو تفكير أو وصولية دينية أو أي شيء أن يتراجع في هذه الحقوق، لأنه ما عندوش معنى. الحق في الحياة موجود، هذه حقوق مثل ما قلت مبنية على قيم موجودة، ولا يمكن أن ندعي أن تتعارض مع الدين، لأنه لو نقول أن الحقوق تتعارض إذن يوجد مشكلة في الدين، أنت تطعن في الدين، أنت إنسان ضد الدين لو تقول أنه الدين ليس مبني على الحقوق، أنت تطعن في دينك مهما كان هذا الدين. هل من حق الإنسان أنه يغير دينه؟
بالطبع بالطبع، لأنه الدين ليس وراثي، الدين يزم خيار شخصي. احنا نولد بالطبع، أول شيء ليس لدينا الخيار، نجد أباءنا هم مسيحيين مسلمين بوذيين هندوس يهود، لكن لما نكبر من حق إنسان أن يتبنى ذلك الدين عن قناعة ليس بالوراثة، لأنه لو يكون هو مقتنع أو يختار أن لا يكون لديه دين هو سوف يطبق حسب قناعاته، لأنه الدين هو بالعكس أعطانا عقل، ما يفرقنا عن الحيوانات ربما هو العقل، لأنه يعني احنا قريبين جدا من الحيوان، إذا كان نشيل حتى مكان العقل ونقول اللي احنا ليس لدينا، إذا ماذا يفرقنا؟ العقل يسمح لنا أن نواصل في ذلك، في اختيارنا لذلك المعتقد أو تغييره، لأنه هذه قناعتنا الراسخة، وبالتالي سوف نعيش في اتساق مع أنفسنا، في مصالحة مع أنفسنا، ولا نعيش كل هذه الانفصام في الشخصية والسكيزوفرينيا اللي لدينا دين ولسنا مقتنعين، وتقع إشكاليات في دولنا العربية ونفاق كبير حول كل ذلك. طبعا تغيير الدين تقصدي من المسيحية إلى الإسلام أو العكس؟ أي شيء، أي تغيير لأي دين معناتها هي قناعة شخصية الشخص الذي، أنا بالنسبة لي الدين مسألة شخصية جدا ليست مسألة عامة، وهي مسألة روحانية، علاقة الإنسان بخالقه، اختياره لهذا الخالق وفهمه لذلك الدين وتطبيقه وتطبيق كل الأشياء التي تماشى معه، هو حر فيها حرية شخصية، معناتها من لديه الحق أن يأتي ويقرر من هو صحيح ومش صحيح، من هو مؤمن أو كافر، ليس لدي الحق لأي شخص في العالم أن يقرر ذلك، هي مسألة شخصية بين الشخص وخالقه فقط. ساعات دعاة الإسلام السياسي بيستغلوا بعض المواثيق الدولية وحتى بعض المصطلحات الغربية لتحقيق مآربهم السياسية، فمثلا يجي يقول لك إيه، أنتوا بتقولوا الديمقراطية، طيب الديمقراطية هي رأي الأغلبية، وإحنا كأغلبية مثلا عايزين نطبق الشريعة، انت ليه بتحرمني من هذا الحق؟ رأي حضرتك ايه؟ ما على حسب هو يحب، احنا اذا كان نطالب بدولة علمانية مفروض ان نفصل الدين عن الدولة، لانه مش ممكن ان تطبق سواء الشريعة او اي دين اخر على اي مجموعة، لانه الذي يجمعنا في مجتمع الفيصل بيننا هو القانون. لما نكون انا في الشارع ويوجد الضوء الاحمر مهما كان الدين بتاعتي انا سوف اقف احتراما للضوء الأحمر، لما يكون أخضر سوف أمر. إذا الذي يجمع كل المواطنين، المواطنة التي تجمعنا في هذا الفضاء متاع الدولة هي قانون وليس دين، وبالتالي لو نرجع إلى هذا الفصل الدين عن الدولة نفصلهم عن السياسة، يقتضي أنه ليس لدى الحق أي مجموعة مهما كان دينها أو أيديولوجيتها وحتى لو كانت تمثل الأغلبية أن تفرض على أي شخص ذلك، لأنه هذه مسألة شخصية، والفضاء العام هو للناس كلها، هو فضاء اللي يحكم فيه هو القانون والمواطنة فقط. هل حضرتك بتشوف ان الديمقراطية هي بس صندوق انتخابات، ولا الديمقراطية محتاجة قبليها تمهيد، صنفرة للعقل، تنوير، ليبرالية يعني، ولا هي الديمقراطية بس صندوق انتخابات واللي يجيبوا الصندوق ايا كان احنا موافقين عليه؟ أن يظل من الأشياء القوية جدا اللي أتى بها الفيلسوف الكبير دكتور مراد وهبة، أنه فسر جدا أن الديمقراطية لديها 4 مكونات، خلافا لما نفهمه في الوطن العربي للأسف، أنه احنا فاهمينها صندوق انتخابات وأغلبية، وخاصة لما يكون أغلبية وفما إمكانية تزوير أو شراء أصوات أو فقر نشتريهم بأي شيء، هذه كل الأشياء يجعل من صندوق الانتخابات صندوق فارغ المعنى، ليس لديه أي معنى. إذن أنا موافقة أن المكونات يجب يكون عقد اجتماعي، وعقد اجتماعي جديد نبنيه مع مواطنينا مبني على تضافر الجهود، يجب أن يكون ليبرالية، يجب أن يكون علماني، يجب أن يكون تنويري. إذن لا نشتغل مع بعض، وخاصة الآن بعد الثورات العربية أو بعد الانتفاضات وبعد كل هذه الأشياء، لو لا نغير من طريقة تفكيرنا وعملنا أن توجد هذه الـ4 المكونات، فنحن نفرغ الديمقراطية من محتواها، وبالتالي كل شخص، هتلر طلع بالديمقراطية، طلع بصندوق الانتخابات. إذا كان احنا بالنسبة لنا صندوق انتخابات، غدا ممكن يكون لديك أي حكم فاشي، أي حكم أصولي ديني، أي حكم يحكم فيك بحكم أغلبية، حتى لو عنده 51%، حتى لو أنه الواحد هو يفرق وعندك 49% ضد أفكارك، إذا ليس لديه أي معنى.
بصفتك امرأة تونسية أو عربية، هل أنت راضية عن الحقوق اللي حصلت عليها المرأة في المنطقة العربية؟ بالطبع لا، أنا راضية على 90% من الحقوق اللي تحصلت عليهم المرأة التونسية، لكن نعرف اللي في العديد من الدول العربية للأسف السيدة العربية لم تتحصل على هذه الحقوق، أو في بعض الأحيان لم تفهم الحقوق ولم تتمتع بها مثل ما يجب أن يكون. مثلا ممكن يكون عندها الحق الترشح لكن لن ترشح نفسها، أو المجتمع لن يرشحها، أو سوف تنتخب شخص اللي هو ضد حقوقها فقط ينتمي إلى عشيرتها أو قبيلتها أو عائلتها. إذا فما هذه الخطأ. وكل الحقوق، احنا نتكلم على حقوق سياسية مدنية اقتصادية اجتماعية ثقافية، لما نشوف كل مجموعات الحقوق يجب أن نأخذ كل دولة ونقارن هل تحصلنا على كل أشياء. مثل ما قلت تونس ربما وصلنا إلى 90% من الحقوق، لازلنا في انتظار تكملة كل الحقوق الكونية اللي احنا محتاجين لها. لكن هذا الشيء كان جميل جدا مع اللي قام به رئيس بورقيبة، أعطى المرأة التونسية 200 أو 300 سنة تقدما على دول لا تتمتع فيها المرأة بنفس الحقوق ولا يجب لديها. لكن الحقوق ليست كافية، الحقوق والقوانين ليست كافية إذا كانت الثقافة لا تكون بنفس الطريقة. لا يكفي أن يكون لدي الحق في العمل إذا كان عائلتي ليست مقتنعة بذلك، لا يمكن أن يكون لدي الحق في التعليم كامرأة إذا كان عائلتي فقيرة وسوف تفضل أن تبعث أخي ولن تبعثني للمدرسة. إذا الحقوق تفقد معناها والقوانين تفقد معناها إذا كانت الثقافة لا تذهب في نفس التطور. إذا يجب أن التطور يمشي مع بعض بتوازي ثقافة وحقوقا وقانونا. أعتقد أن الحبيب بورقيبة كان له مقولة مشهورة في حقوق المرأة، أن أنا ما ينفعش أستفتي الناس ولا أعمل ديمقراطية على حقوق المرأة، لكن هو فرضها كده بالقوة يعني. بورقيبة كان ذكي جدا أنه اغتنم فرصة المحيط كله. بورقيبة لما يكون له وحده كان لدينا الطاهر الحداد، لكن عندنا منورين جدا الفاضل والطاهر بن عاشور علماء دين الزيتونة متنورين، كان فما جو تنويري سمح، وكانت العديد من السيدات، عندنا سيدات مناضلات رائعات رائدات في وقت الاستقلال من الاستعمار الفرنسي اللي طالبنا في نفس الوقت بكل هذه الحقوق. بورقيبة كان محامي، كان حقوقي، كان فاهم، كان دارس، كان شايف، كان يحب أمه بشكل جنوني وشاف معاناة أمه، كان بالتالي بالنسبة له كان يمثل كل هذه الأشياء ولم يفرض على المجتمع التونسي أي شيء. لو نقول أنه فرض، لو نشوف احنا المجتمع اللي هو كان فقير وكان جاهل وكان أمي وكان خارج من استعمار وكله كان صعب، لكن هنا المعادلة هي كالآتي: هل ننتظر كي نحقق التعليم وكل أشياء للشعب وبعد ذلك نعطي الحقوق، أم لا نبادر بالحقوق؟ وهذا اختيار بورقيبة ومن كان معه، وهذا كان اختيار سديد جدا، لأن المجتمع في نفس الوقت تطور وتعلم هو في الجو الحقوقي ولم يتعلم في جو غير حقوقي وغير لا توجد فيه قوانين تحمي المرأة خاصة وتحمي حتى الطفل وكل فئات المجتمع. استشعرت من كلام حضرتك ان حقوق المرأة التونسية افضل بكتير من حقوق المرأة في بقية الدول العربية. ادينا فكرة عن حقوق المرأة التونسية وايه الفرق بينها ما بين مثيلاتها في الدول العربية. من الحقوق الأولانية اللي كانت مهمة جدا وضعت في مجال الأحوال الشخصية، أولا اختيار في الزواج، نفس الحقوق بالنسبة للزواج، نفس الحقوق بالنسبة للطلاق. الطلاق في تونس هو متساوي بين الرجل والمرأة، 3 أنواع طلاق يطبقون بنفس الطريقة على الرجل والمرأة، الرجل ليس لديه أي امتياز في الطلاق ويجب أن يكون أمام القضاء. هذا كان مهم جدا. يعني من حق المرأة تقول لجوزها أنت طالق؟ لا، ما تقولش احنا شفاهة، تذهب إلى القاضي وتطالب سواء إنشاء بدون أن تقول شفاهة لكن بدون تفسير أي شيء تطلق، أو للضرر واحد من الزوجين أو بالتراضي، وهذا بالتساوي بينهم الاثنين. والحقوق الأخرى مع الحقوق مثلا في العمل، الحق في الصحة، كل الأشياء بالتساوي مع الرجل من الأول أخذتهم في مجال الأحوال الشخصية. الشيء الوحيد اللي فقط هو التساوي في الميراث، وهذا بورقيبة لم يرد أن يدخل في هذه المسألة. يعني لسه المرأة بتاخد نص. في المسألة هذه ليس أيضا لدينا المرأة التونسية المسلمة لا يمكن أن تتزوج بغير المسلم، في حين أن الرجل التونسي ممكن أن يتزوج
مسيحية. امرأة مسيحية أو يهودية أو دين آخر. وهذه من آخر مطالبات اللي يطالب بها المجتمع التونسي والسيدات، لأنه لدينا العديد من الفتيات التونسيات اللي هي متزوجين برجال من ديانات أخرى، سواء أوروبيين أو عرب مسيحيين أو من ديانات أخرى، لكن يجبر هذا الرجل على تغيير دينه، في حين أن العكس غير صحيح. الرجل لا نجبر زوجته، وبالتالي هذه الزوجة لديها أكثر حقوق من التونسية في نفس الوضعية، وهذا مهم جدا. إذا باستثناءات بسيطة جدا، ربما نقول أن كل الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية وحق الترشح وكل هذه الأشياء هي متوفرة للمرأة التونسية، وهذا الفرق. المرأة بقى العربية يعني إزاي تحصل على حقوقها؟ إزاي؟ يجب أن تناضل. الحقوق لا تهدى، الحقوق تفتك، الحقوق يجب أن تفتك. بالطبع في عالم خيالي الحقوق رائع يجب أن إيه؟ تفتك، أن نناضل من أجل الحقوق. لن يأتي شخص ويعطيك على طبق من فضة حقوقك. إذا كان المرأة العربية تريد حقوقها يجب أن تطالب بذلك. لو هي تعتبر أن هي امرأة متساوية مع الرجل ولا فرق بين رجل وامرأة، لأنه فعلا احنا مواطنين ولا نريد أن نكون مواطنين من درجة ثانية، يجب على المرأة العربية أن تطالب بتلك الحقوق. لأنه لا أتصور أنه سوف يأتي في ظل مجتمعاتنا أشخاص ربما يأتون تنويريين متنورين لدرجة أنه يكون رئيس دولة أول خطوة يقوم بها إعطاء حقوق المرأة، مثل ما عمل بورقيبة. مرة بتكلم مع واحدة جوزها متجوز عليها يعني، فبقول لها انت مشاعرك ايه كامرأة وجوزك متجوز واحدة تاني؟ فقالت لي بالعكس انا مش زعلانة، ربنا قال كده، انا هعرض ربنا. لأنه ده اجتهاد معين إلى نص قرآني معين. احنا في الزيتونة لدينا اجتهاد مختلف. بورقيبة استعمل اجتهاد أنه المبدأ هو عدم التعدد، هي واحدة والاستثناء، وبالتالي احنا استعملنا المبدأ. يوجد دول عربية أو تفسيرات دينية مختلفة. يجب أن يظهر لي تفكر جدا كل المؤسسات الدينية، واللي هي قاعدة تتقدم بخطى حثيثة، معناتها أخيرا في المغرب وقع تقدم جدا في هذا المجال، دليل أنه ممكن في الدول العربية أن نجتهد بطرق رائعة لضمان الحقوق للناس كلها. هي مش فقط حقوق مرأة ضد رجل، احنا لسنا في حرب ضد الرجل، احنا نريد نفس الحقوق، لا نريد أكثر حقوق لكن لا نقبل أقل حقوق. وبالتالي إذا كان نفهم فهم صحيح، لأنه هذه المرأة التي أعطت هذه الإجابة يجب أن نفهم من فسر لها ذلك، وهل هذا صحيح أم لا. إذا إعادة قراءة النصوص والتأكد أن نأخذ بصحيح الدين بالفهم الحقيقي بمحتوى بالعمق بكل هذه الأشياء، وأن لا نجعل أشخاص ليسوا هم أخصاء يفتون بما يريدون، وإحنا شايفين فوضى الفتاوى في الوطن العربي وكل يفتي. هذا إذا كان بالنسبة للمسألة، لكن هو لا يمكن ضمان حرية المعتقد وحرية الدين والحريات والحقوق إلا في ظل نظام علماني، لأنه يعني في ظل النظام العلماني سوف تكون كل مصالحنا وكل موجود هو القانون الذي يهتم بها ويضمن كل هذه الحقوق، والدين هو مسألة شخصية سوف يطبق، فقط الأشخاص يطبقون هم بطريقة خاصة معتقداتهم مهما كانت هذه المعتقدات. وهك علاش بالنسبة لي لا تنمية، لن تنمو أي دولة عربية بدون نظام علماني، ليس لدي أي شك في ذلك. وهذا ما يفسر أنه 60 سنة وإحنا نجري وراء التنمية ونعد شعوبنا بالتنمية ولا توجد تنمية. هل الدين أعطى أولوية للرجل على المرأة؟ لا أتصور. لماذا؟ إذا كان هو دين لماذا سوف يعطي هذه الأولوية؟ معناتها لماذا موجودين، معناتها الله يخلق المرأة والرجل ويفضل، لماذا؟ معناتها ما هو التفسير؟ أنا لا أرى أي تفسير، هي فقط اجتهادات أو فهم، أو كل حسب مصالحه يريد أن يفهم النص حسب مصالحه. لكن إذا كان احنا نعتبر أن الدين أهم مصلحة للدين هي أن يعيش الأشخاص بالتساوي، أنه أهم قيمة هي السعادة، احنا نرمز إلى سعادة العائلة، سعادة الرجل والمرأة، سعادة الأطفال. إذا كان هذا هو هدف وتصور أنه هذا هدف الدين، فلا
أرى شخصيا أن يفضل هذا عن ذاك أو يفضل يعني لما يجي حد يقول لك انت نصيبك نص الميراث لان ربنا قال كده، فانت يعني هتعارضي ربنا؟ لا، أنا هرجع إلى الوقت اللي كان فيه في نزول وقتها، معناتها في وقت الدين الإسلامي المسألة كانت المرأة لا ترث، بل بالعكس كانت تورث. في بعض الدول العربية لازالت في بعض الأحيان يمكن أن نرث المرأة مثل ما نرث طاولة أم خشبة. إذا التقدم اللي أتى به الدين في الوقت ذاك كان تقدم جدا، وباعتبار أن المرأة لم تكن تشتغل، وباعتبار لم يكن لها دخل، وبكل هذه الاعتبارات. الآن احنا الوضع تغير تماما، وهذا لماذا احنا نحتاج إلى التأويل أو الاجتهاد في الدين كي يعاصر الدين كل تطورات. لكن لو احنا نحكم على الدين، وهذا شيء ليس جميل للدين، ونضعه فقط في الوقت والزمان والمكان الذي نزل فيه، احنا سوف نقتله، سوف نضعه نصا جامدا، وهو ليس جامدا، بالعكس هو صالح إلى كل مكان وزمان، وبالتالي تطوره عبر الاجتهاد وعبر الفهم وعبر علماء. ما احنا لماذا لدينا علماء دين؟ كي يساعدوننا أن يواكب الدين كل هذه المستلزمات أيضا، لكن على المستوى أيضا الشخصي. أنا لا ألعب في ملعب أي تطبيق دين في دولة، أنا ملعبي هو علماني، ملعبي هو فصل الدين عن الدولة، وبالتالي القوانين يجب أن تواكب هذا التطور بفهم صحيح وبتأويل صحيح للدين وباجتهادات، كي نذهب بالتساوي وكي لا نعيش أي تعارض ما بين هذه النصوص. لما بنتكلم عن حقوق الانسان نلاقي ناس تقول لنا يبقى انتوا يعني مع حقوق الشواذ، يعني وانتوا بتبيحوا الجنسية المثلية. والله معناتها غريب جدا انه دايما هذا معناتها في كل نقاشات حول الحقوق ان الناس تسيب كل الحقوق، معناتها تكون دولة ليست لديها حقوق مرأة وليست لديها حقوق اي شيء، ويركزون على الجنسية المثلية اللي هي تمثل ربما من 1 إلى 3%، معناتها يسيبوا 50% من المجتمع من السيدات ومن المشاكل ومن كل المسائل، ويهتمون بهذه المسألة. انتم تريدون ما تريدون. شوف الأمم المتحدة لما يجتمع في الجمعية العمومية 200 دولة، من يذهب ال 200 دولة؟ يذهبون رؤساء والملوك وممثلو الدول، السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية هي التي تقرر أي نص يوافق عليه معاهدة دولية. المعاهدة لا تدخل حيز التنفيذ إلا لما تنزل إلى البرلمان اللي هم ممثلين الشعب ويصادقون على ذلك. إذا كان الشعب ممثلينه صادقوا على نص، خلاص هو نص تابع، معناتها لا توجد من أنتم تدافعون ما تدافعون. لو لدي أي شخص مشكلة يجب أن يذهب إلى برلمانه وإلى رئيس دولته ويطالبه لماذا وافقت على نص معين وصدقت عليه، لو هو يظن أنه هو يتعارض مع حقوق فئة من الفئات. وأن نكف على هذه البروباغندا اليومية اللي خلاص معناتها 60 نفس الكلام الذي لا يفيد نفعا في أي مسألة، وخاصة أن معناتها لا نهتم بمشاكلنا الحقيقية. لدينا مشاكل اقتصادية قوية جدا، لدينا فقر، لدينا تفقير لشعوبنا، لدينا فجوات كبيرة ما بين في المجتمعات، لدينا فجوات ما بين الأجيال، لدينا معناتها ربما كل المشاكل التنموية اللي ممكن نفكر فيها. عوض أن نفكر ونحل، نفضل أن نختبئ وراء أشياء مثل هذه. حضرتك سافرتي دول عربية كتير واشتغلتي في دول عربية كتير وسافرتي أوروبا وكده، لو قلت لك يعني قولي لنا روشتة في نقاط، في نقاط محددة إزاي الدول العربية تتقدم وتلحق بركب الحضارة؟ أول شيء أن تفصل الدين عن الدولة، أكيد جدا أنه تفهم أنه مهم جدا أن نرجع المسائل الخاصة في الخاصة والدولة، ونأخذ بزمام الأمور بزمام ما تحتاجه شعوبنا، أن تكون لدينا رؤية موحدة الهدف، أن لا نفهم أن التقدم أو ركب الحضارة هو بالاستهلاك، لأنه احنا حاليا مستهلكين، احنا لا نصنع لا نعمل، فقدنا قيمنا، لا نحترم أي شيء، تغيرنا بشكل مرعب، مع تأخذنا بظواهر المسائل نظن أنه لدينا هاتف جوال ذكي أو لدينا عربية، إحنا متقدمين، لا، إحنا مستهلكين، إحنا نشتري فقط ولا نصنع أي شيء، وأصبحنا لدينا مظاهر الأشياء ولسنا نذهب إلى عمقها، لا نعيش قيمنا،
أنا تربيت في صفاقس اللي هي في الجنوب، أنه أهم قيمة كانت العمل، كانت حتى العائلات الغنية تعمل، لا تسمح لأطفالها في الصائفة أنه يقضي 3 أشهر وهو في القهوة فقط قاعد. إذن هذه القيم اللي أنا تربيت عليها شخصيا اللي موجودة في كل هذه الأشياء، يجب أن نرجع أن نعيش بتصالح مع قيمنا الحقيقية، وأن نفهم أنه من مصلحتنا ذلك، أنه لا نقبل الفساد، أنه ما يسميه الدكتور مراد وهب الرأسمالية الطفيلية والتي هي تنهش في جسد دولنا العربية، كل هذه التحالفات بين التهريب والإرهاب والمخدرات، كل هذه الأشياء، كل هذا الرأسمال الطفيلي اللي قاعد، يجب أن نواجهه، يجب أن نعيد الثقة في شعوبنا، يجب أن نتحرك أن نكون وطنيين حقيقيين، أن نحب دولنا وشعوبنا أكثر من أنفسنا، أن نذهب إلى هذه المرحلة ونفهم أنه لست أنا في سباق مع الغرب كي أصل إلى شيء، هو لا يوجد أي شيء، هي التنمية، هو أن تعم السعادة في شعوبنا، أن نبطل هذا المنافسة حول هذه الأشياء الاستهلاكية، وأن نرجع مثل ما تعلمنا إلى العلم الحقيقي، إلى العمل الحقيقي، لأن التعليم أصبح متدهور متدني جدا، التعليم والخريجين ليس لديه علاقة بسوق العمل. إذا الروشتة بتاعي واضحة، هي روشتة تضمن هذه التنمية، لكن تنمية تضمن السعادة، وليست تنمية تضمن أن نكون الغناء أو فقط هكا معناتها الموارد المالية، أنه نفهم فهم آخر، إعادة النظر في كل المسائل، ونقد ذاتنا، والتوقف عن التصور أنه إحنا فعلا أمة رائعة ولا أمة، لا، إحنا أشخاص عاديين، لكن إحنا فقدنا العديد من الأشياء، ويجب الآن أن نحلم مع بعض أن تكون لدينا قيادات لديها من النزاهة ومن الوطنية ومن حب شعوبها، أن تبطل كل التي تقوم به، أنه يقبل أشخاص ليسوا كفء، لا يحبون الوطن، يقبلون مناصب وزارية ومناصب حكومية، وهم ليست لديهم أي فكرة أو أي خبرة أو أي رؤية أو أي هدف لشعوبهم. دكتورة خديجة، أنت متفائلة ولا متشائمة؟ متفائلة جدا، متفائلة جدا، لأنه ليس لدي أي خيار إلا التفاؤل. الوطن العربي وصلنا إلى مرحلة إن لم نختار التفاؤل فخلاص معناتها حنذهب إلى مزبلة التاريخ، مثل ما قلت حضرتك. فعلا أنا متفائلة، لأنه نشوف اللي المستقبل لنا، وعندنا من الناس الوطنيين من الكفاءات في الوطن العربي، وهتكلم على تونس، لدينا كل مقومات لأشياء اللي ممكن تسمح لتونس أن تصبح متقدمة جدا وفي أعلى المراتب، إذا كان تتحرك لأشخاص الأكفاء الوطنيين يطلعون على السطح ويأخذون بزمام الأمور ويتحملوا مسؤولياتهم، لأنه الآن مسألة تاريخية، مسؤولية تاريخية حاليا، احنا في مفترق طرق، وانا الاوان ان نمر الى ان نبني المستقبل مع بعض فعليا. عزيزي المشاهد، احنا في مفترق طرق، وان الاوان ان احنا نبني المستقبل مع بعض. مفيش مستقبل مشرق، مفيش مستقبل منير بدون فصل الدين عن انظمة الحكم، مفيش مستقبل مشرق ولا منير بدون احترام حقوق الانسان، كل انسان، اي انسان، حق الحياة، حق العمل، حق تغيير الدين، كل الحقوق الأساسية السياسية والاجتماعية والثقافية، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق المعاقين. يعني واحد مرة قال إذا أردت أن تحكم على حضارة أي دولة مدى تقدمها، شوف مدى احترامها لحقوق الإنسان. إذا الإنسان بيحترم في هذه الدولة، نستطيع أن نقول أن هذه الدولة دولة متحضرة. إذا الإنسان مش واخد أبسط حقوقه، ما نقدرش نقول أبدا إن ده علامة تحضر ولا علامة رقي. أتمنى إن إحنا في منطقتنا العربية نلحق بركب الحضارة، نشوف القيم الكونية اللي اتبنت عليها الدول المتقدمة، يعني نحاول إن إحنا نتعلم ونحاول إن إحنا نستفيد، ومش عيب إن إحنا يعني نأخذ بخبرة الدول التي تقدمت. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفتي الكريمة الدكتورة خديجة معلّة، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا، مع وعد بلقاءات أخرى إن شاء الله. شكرا على استضافتك، أهلا بيكي. كمان بشكرك عزيزي المشاهد لمتابعتك لحلقتنا، ونتقابل مع بعض الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من برنامج طريق التنوير.